سيادة الوزير، حضرتك تقول ايه النهارده في حفل التكريم الذي يكرم فيه شباب الجامعات في البطولة الإفريقية؟ أقول إن احنا سعداء جدا بما أنجزه الشباب، واحنا يعني هو ده ما نتوقعه منهم، وهو ده احنا رهنا على الشباب لهذا الوطن، وإن شاء الله دي تكون مقدمة لإنجازات وبطولات نرى فيها شبابنا في أحسن حال وفي أفضل مكان، واحنا يعني إن شاء الله ندعمهم ونساندهم بكل يعني ما هو ممكن. ثورة أحد المطالب الأساسية فكرة دعم التعليم، وأن التعليم هو الذي يمكن أن يغير الوطن للأفضل، وحضرتك بتقود وزارة التعليم. نعم طبعا، لا شك أنه التعليم هو يعني القاطرة التي بإذن الله نعتمد عليها في نهضة هذا الوطن، وأنا دايما أرى أنه التعليم العالي على وجه الخصوص من أكثر آليات تحقيق أهداف الثورة، لأنه العيش يعني التنمية والحرية والعدالة الاجتماعية، ولا شك أن التعليم العالي من أدوات الحراك الاجتماعي اللي تخلي ناس من 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 من, من يعني طبقات بسيطة تستطيع أن هي ترقى في المجتمع حتى تصل إلى أعلى درجاته. فالتعليم العالي إن شاء الله يكون من أدوات تحقيق أهداف هذه الثورة، والشباب لا شك هم أولى الناس بتحقيق أهداف هذه الثورة. ممارسة الحرية خاصة في اتحاد الطلبة والأسر الطلابية في الجامعة، هل يمكن بعد الثورة أن تتغير وتصبح أداة لممارسة العمل الاجتماعي والسياسي أيضا؟ طبعا النشاط الطلابي متنوع ويشمل كل أنواع النشاط بما فيها النشاط الثقافي والنشاط السياسي، وإحنا كنا يعني ذكرنا فيما قبل أنه لا شك أنه تدافع الأفكار السياسية من الأمور المثرية للشباب، إحنا ما يعني نحب أن نراه هو يعني مناخ ثقافي فكري ثري يستفيد منه كل الشباب، ويعني لا يترتب عليه يعني خلافات سلبية، ولكن يترتب عليه إثراء للأفكار ونشاط يعني يعين على إنضاج الشخصية المصرية للشباب، ولذلك نحن يعني نرحب بالعمل الفكري الثقافي السياسي الجاد الرصين، ونبتعد عن التحزبات والتعصبات الحزبية التي يعني لا تفيد المناخ الجامعي. هل مسموح للعمل الحزبي أن يشارك في الأنشطة داخل الجامعة المصرية؟ لا، احنا يعني ما يعني متفق عليه الحقيقة من الجميع انه العمل الحزبي من شأنه ان يفرق في داخل الجامعة، واحنا لا نرى ان هذا الامر له مفيد وله عملي، لانه يعني تفرد يعني وجود الاحزاب بشكل متفرد من شأنه ان احنا نرى في كل كلية منصات لخمسين ستين حزب موجودين، وهذا امر له عملي وله مفيد من ناحية العملية، لكن ان شاء الله يعني نحب ان نرى نشاط سياسي ناضج ونشاط ثقافي وفكري ناضج، ولا نحب أن نرى تعصبات وتحزبات يعني تعطل العمل الجامعي وتسيء إليه. 25 يناير القادم سيمر عامان على الثورة المصرية، شايف هذا الحدث إزاي؟ يعني أرى هذا الحدث نقطة فارقة الحقيقة في تاريخ هذا الوطن، لأنه إن شاء الله يعني في المراحل في الوقت الذي يلي هذا التاريخ وهذا العيد نتطلع أن يعني ينطلق هذا الوطن بعد فترة وجيزة بعد انتهاء الانتخابات النيابية واستكمال المؤسسات الدستورية للبلد، نتطلع أن نرى فعلا يعني بدء انطلاقة لهذا البلد في اتجاه التنمية واتجاه الاستقرار واتجاه الانضباط واتجاه الجدية واتجاه العمل، فإن شاء الله ده يكون تاريخ يعني يحمل كل أسباب التقدم والخير للبلد. شكرا سيادة، شكرا جزيلا.